هري كبير يوم الجمعة الماضي وقائع المباراة التي تابعها الجميع بشوق كبير بين الرمثة بالقميص الأبيض والضفتين بالقميص الأخضر. في هذه المباراة رمى فريق الرمثة بكل أوراقه ونفذ نجومه الشق الهجومي من طريقة 4-4-2، فالفوز هو الحل الوحيد للبقاء في فلك مطاردة الفيصلي المتصدر. فتوالت الهجمات التي كان يقودها من وسط الميدان راتب الدهود كابتن الرمثة، مع إسناد مؤثر وفعال من حسين الشنايني وشقيقه أحمد في الميسرة والخزعلي وسليم ذيابات في الميمنة. ومن هناك هيئوا كرات عرضية للهداف خالد العقوري لكن بلا أي نتيجة، فقد تكسرت الغالبية العظمى من هذه الهجمات أمام دفاع الضفتين الذي قاده ببراعة الثنائي يوسف الشمري وناصر الحراني، ولعب حارس المرمى عثمان برهوم أفضل مبارياته على الإطلاق حيث صد أهدافا محققة للعقوري وبديوي وراتب. بالمقابل فقد اعتمد الضفتين على الهجمات المرتدة وسنحت له فرصا عديدة على مدار الشوطين جراء هذا الأسلوب، إلا أن زيد الشرع وهاني الحمزة مدافعي الرمثة ومن خلفهم الحارس اليقظ حسن النصار أفشلوا كافة هذه الهجمات خاصة تسديدات إبراهيم سعدية الهائلة. وبقي النمط على حاله، هجوم من قبل الرمثة ودفاع من الضفتين، حتى انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف لتتلاشى أمال الرمثة نهائيا بالبقاء في دائرة المطار. فقد ضمن الفيصلي الفوز بالبطولة قبل نهايتها بأسبوعين جراء فوزه في نفس اليوم على فريق البقعة بهدفين مقابل هدف واحد.